أمثال هؤلاء ليدافعوا عنها وصل إلى درجة يعبر فيها عن أن النظام انتهى وأنه لم يبقى في جعبتهم إلا الشتائم. سلم لي على جماعتك وقل لهم تلمسوا رؤوسكم، الجيش الحر سيدوسكم، وأكثر من ذلك أرجاس النظام التي تتحملها تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عنك. مشاهدي الكرام إلى اللقاء. ما بصير ما بصير انت واللي الى اللقاء الى اللقاء. يلعن ابوك بدك تطهير من ارجاسك. يلعن على ابوك يا ابن الشربوط. لا 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 ل